حبيبي لك يسلم لي المزوان. حكيت لي سماح انك اعتذرتي منه. تعرفين اهو انا اذا بيجيني ولد بكون اسعد بني ادم على وجه الارض. رح اقول لك شغله، انا عندي دفتر صغير كل فترة هيك بكتب فيه أسماء صبيان مثلاً أو أسماء بنات. أسماء صبيان بدي إياهم يبلشوا بحرف الكاف، يعني كنان، كامل. أسماء بنات بحرف النون، نينار، نسرين، نادين. حلوين؟ حلوين. نغام شبك؟ حبيبتي في شي؟ صاير معك شي؟ كرم انت ليش بتحبني كل هالقد؟ بترجاك لا تحبني هيك، انت بتستاهل وحدة احسن مني. نغام شبك؟ شو صار لك فجأة؟ انا حكيت شي غلط؟ شو هالدواء؟ ما بدك تحكي. بتعرفي كان معها حق مرت عمي. كان معها حق. انت رحت شفت الدكتورة النسائية وما خبرتيني شو صار معك. انا نظرتك شايفك تعبانة مريضة مانك منيحة، بس ما بدك تحكي. أنا كان لازم أعرف من وقت اللي اتصلت مرت عمي إنك بحالة صحية مو منيحة، بس عم تخبي علي. لأنه شو يعني تتصل لحتى تطمن على أمي وهي عم تشوفها بالمشفى؟ شو يعني؟ أنا ما رح أسألك شو المشكلة إذا ماك حبي تحكي شي. أنا اللي بدي إياه منك هلا بس تصير منيحة وتاخذي أدويتك، بعدين بنحكي. بس بدك تحكي أنا جاهز أسمعك. شايف كيف بيك حنون؟ بدي تطلع مثله، تهتم بالماما وتخاف عليها. الو. اهلين ماما. نايا ليش لهلا ما خبرتي لحازم؟ بتعرفي انه انا دقيت له بدي خبره وبعدين تراجعت؟ قلت لحالي مو حلوه هيك خبريه يسمعها مني، الاصول انه يسمعها منك. معك حق، بس انا صراحه بعدني ناطره اللحظه المناسبه. والله؟ وإمتى بقى رح تجي هالفرصة المناسبة؟ لما بصير في خطر على حياتك وحياة الطفل ساعتها بتجي الفرصة؟ لا لا، كله إلا حياة البيبي. نايا إذا أنت ما بدك تخبري مضطرة أنا خبره. ماما بليز، مثل ما قلتي مش حلوة تطلع منك أنت الخبرية. طيب بتحبي إجي أنا لعندك ونخبره نحن الاثنين سوا؟
لا ماما، هذا الشيء بيني وبينه شيء خاص، ما حلو حدا يتدخل. بعدين يمكن هو يتضايق انك انت عم تخبريه. خلص خليني انا احكيه. نايا، انت عم تلعبي بالنار، عم تحملي حالك مسؤولية اكبر منك بكتير. لو القصة متعلقة بحياتك انت لحالك كنا ما حكينا، بس القصة متعلقة بحياة طفل موجود ببطنك وفي عنده أب ومن حقه يعرف. بكرة لا سمح الله صار ما صار، شو بدهم يقولوا؟ ليش نايا ما حكيت؟ ليش خبيت؟ مو من حقه حازم يعرف؟ ماما بليز حاش تضغط علي، بعرف انه من حرصك وخوفك علي عم تحكي هيك، بس صدقيني اذا ما حكيته بالوقت المناسب والصح رح يصير في مشكلة بعدين. ماشي، رح أعطيك فرصة يومين ثلاثة مو أكتر، بس إذا ما خبرتي بعتذر منك، مضطرة أنا خبره وشو ما كانت النتيجة.